مبروك على انضمامك لنادي الزمالك، وطبعا منورنا في قناة نادي الزمالك الله النهاردة. يبارك فيك طبعا، وانا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده كمان. اشكرك اشكرك. في البداية طبعا عايزة كالعادة الناس عايزة تعرف انضمام عمر عزب للزمالك جه ازاي، مين كلم عمر، الموضوع خد وقت قد ايه، الكواليس كانت صعبة، وجود اخوك في الفرقة طبعا عزب سهل المهمة شوية، كل الكواليس دي اكيد الجماهير عايزة تعرف. طبعا انا في الاول خالص اللي تواصل معايا اول واحد طبعا كابتن طارق سعيد، ده كان اول مكالمه وقال لي ايه رغبتك وانت عايز ايه. طبعا قلت له رغبتي ان انا يعني احب ان اعرف نادي الزمالك طبعا وكل حاجه. فبدانا ان احنا نتكلم طبعا في كل بقى التفاصيل اللي هي العقود والحاجات دي، والحمد لله الدنيا مشيت يعني بسلاسه رهيبه بصراحه. كابتن طارق سعيد يعني ما فيش حاجه انا طلبتها هو ما وفرها ليش، كل حاجه بصراحه الراجل مشكورا عمل مجهود كبير جدا ان هو ان احنا نتقابل في النص ونتقابل في وسط الموضوع، ان ما يبقاش فيه يعني اي ازعاج عليا او ليه. فالموضوع بصراحه مشي بسلاسه جدا، فدي حاجه كانت سهلت لي كتير جدا الحمد لله. كابتن طارق لسه كان معايا حتى في الانترو كنا بنتكلم، هو كان معايا طبعا في مداخله. كابتن طارق من الناس اللي بتحب النادي قوي، هو عايز بس يشوف فريق السله بيرجع تاني لمنصات التتويج، ما عندوش اي هدف تاني. ومعاه كابتن وائل بدر بصراحه نفس الفكر، يعني الحمد لله الناس اللي ومن قبليهم كابتن مرعي طبعا اللي بالنسبه لنا أسطورة. حاجه كبيره ومحترمه جدا في عالم التدريب، يعني كل الناس الحمد لله اللي بتمر على نادي الزمالك ناس محترمة، ناس بتحب النادي، فحتى في تعاقداتها بتسعى قوي عايزين اللي هو ايه الدنيا تبقى احسن. ما خفتش ان الزمالك السيزن اللي فات واللي قبله شوية بعيد عن منصات التتويج، شوية الدنيا ما كانتش معاه احسن حاجة، الحاجات دي ما جاتش في دماغك؟ خفت قلت لا مثلا بلاش ولا لا هو طبعا الحاجات دي كلها يعني في الحسبان يعني، وانا برايح نادي جديد مثلا اي ايا كان النادي ايه، هو لازم احسب ايه يعني ايه موقفي في الفرقه هتبقى عامله ازاي. بس انا عايز افهم حاجه للناس وللناس عامه يعني، ان الفرقه عشان توصل للبطوله بتاخد وقت، بتاخد سنين يعني، بنقعد نبني في الفرقه كتير، وده اللي بيعمله كابتن طارق سعيد وكابتن وائل بدر من دلوقتي. فانا يعني طالب من الناس ان هي تثق جدا في كابتن طارق وكابتن والجهاز الفني كله طبعا بخلال كابتن وائل بدر، ان الناس دي بجد بتشتغل صح. فهم وانس ان هم بداوا يشتغلوا صح هنوصل ان شاء الله ان احنا نجيب بطوله للنادي وان احنا نفرح الناس. بس هي الموضوع مش بيبقى من ليله، اللي هو التغيير مش بيجي بسهوله، فلازم تاخد وقت.